ظهري كده. ظهري ده وايت كارس تكتيكال. دي حد بقى يفتي كده يقول لنا سببها ايه. بس حضرتك اعمل سلايد شو بس يا دكتور عشان تبان. انا بعمل بس مش هنجر شوي. هاي ايه ده؟ شايفة انت رأيك سوبرا فنتيكل. نسمع رأي حد تاني. بس في نيجاتيف كونكوردنس نفس الوقت في يعني سوايت كومبلكس و ده بري اكسايتد اللي هو يعني ده بري اكسايتد دي يا دكتور حسن. مش زي ما يكون في دلتا ويف. ما هو الفي تاك بتبقى شبه ال لان هو البري اكسايتيشن عباره عن ايه؟ عباره عن الاتريال بيت بتبقى كوندكتد اوفر اكسسوري دايركت تو ذا فنتركل، فبتعمل فنتركل اكسايتيشن ما بتعديش على الافي نوت، فبتعمل كانها في تاك فعلا، بيبقى صعب التفرقه. الحقيقه اللي عندك كان عنده ريسنت مايكارد انفارشن وبريزنت وزيس. لو احنا استعملنا بروجادا الجوريزم هنقول نبص على الفي واحد لفي ستة نو ار اس في ان ليد، خلاص خلصت نو ار اس في ان ليد، يبقى دي اكيد ايه في تاك. انا هحاول اخر محاوله اهو يا حسن، انا عملت كل المحاولات يا حبيبي ومفيش ولا محاوله ماشي، واقفه عند الكود يدخل وبعد عند الكود الريسبت كود. فدي في تاك بالكرايتيريا بتاعت كله كونكوردنت والكرايتيريا بتاعت بروجادا نو ار اس في اني تشيست ليد. كمان يمكن كنت حضرتك قلت لنا عليها النوتش في الـ ascending limb بتاع الـ ascending limb ascending limb of the S، لكن هنا الحقيقة ما فيش. هي طبعا نادر ان الفي تاك اللي طالع من الليفت فنتكل بتاع الاولد مايكارد انفاركشن موست بتاخد رايت باند، انما لو خدت كيو اس باترن بنبص على ال. طبعا انتوا في 6 هنا خادعه لان جزء من الاكسس بتاع كيو ار اس فلات، فعامل زي يكون نارو، لكن لو بصينا فوق مش هنلاقيها نارو، هنلاقيها يعني دي حوالي 4 مربعات. فهي دي نو ار اس خلاص انتهت بقت في تاك. وفي بقى الكرايتيريا اللي احنا عملناها في اسم الحالات الحرجه ان احنا بنبص على في ليد واحد وفي سته، لو واحد منهم نيجاتيف ندور بقى على انذر نيجاتيف من ليد اثنين وفي واحد، بنسميها تو فور ليد كونسبت. لو واحد من الاربعه دول ليه واحد اثنين وفي واحد في سته، اثنين منهم نيجاتيف فهنا في واحد وليد واحد، يبقى دي في تاك. أعتقد ده كان الـ ECG بتاع العيان، باين إنه كأنه عنده old posterior myocardial infarction. دي بقى اللي ممكن إيه white car S معاها white car S واخدة right ventricle right bundle configuration. لو طبقنا كريتيريا بسهوله هنقدر نعرف دي في تاك ولا اس في تي ويز رايت بانتر. حد يطبق بقى مثلا نبتدي ببروجادا اسهلهم واقواهم نو ار اس. انا ماشي اهو معاكم اهو، لا ده في ار اس اهي في في 3 وفي في 2 وفي 4 5 6. طيب from the beginning of the R to the nadir of the S هل هي اكتر من 100 ملي سكند؟ لا دي ولا 40 ملي سكند، يبقى ننط على الخطوه الثالثه. هل في في اي ديسوسيشن؟ نبحث كده وندور نشوف هل في في اي ديسوسيشن. شوف الدكتور احمد بيقول ايه. حسن ما فيش اي محاوله ماشي، دخلت كل الطرق بس يبدو ان الكود ما اعرفش مش مكمل معايا. طبعا لو واحد قوي الملاحظه هيبص اهي، انا بشاور اهو في مارشنج ان واوت اهي،
تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، تظهر اي مارشينج ان اوت. فدي في تاك بنت في تاك. طب ما شفناش الايفيسيشن، نظرنا ضعيف. نقولنا اقوى حاجه لما نلاقي الاي سي جي واخد رايت باند البانش مورفولوجي نضرب بان على طول على في 6. لو موست نيجاتيف يعني الاس اكتر من الار يبقى ايه دي في تاك. ايوه انا معايا بس محاضره، اديني 10 دقايق كده. انت احمد انا بوريهم اي سي جيات بدالك وهنريسكيدول له الاثنين الجاي في الدكتوره بتاعت الجمعيه الامريكيه، انت هتبقى الاثنين اللي بعده ان شاء الله. لا مش هنسيبك، شكر قوي يا احمد. ماشي، الف شكر، مع السلامه. دي هنا حاجه جميله جدا ان احنا لقطنا الترمينيشن، لقطنا الترمينيشن بتاع الفي تاك. طبعا الايفيسيشن واضح اهو، في مارشنج وين اوت اهي، دي خلاص خلصت الموست سبيسيفيك كرايتيريا للفي تاك الفي ايفيسيشن الموست سبيسيفيك. وزي ما انتم شايفين خدعونا زمان، قال الفي تاك تبتدي بايه؟ بايرلي فنتيكا بريماتيور. لا ممكن الانتري يحصل بليت فنتيكا اهو، البي والكي ار اس والتي خلصت والفنتيكا البيت جت متاخره دخلته في تاك. في الانتري سيركت ما تفرقش، الفيتاك جت في وقت لقت الانتري مفتوح ودخلت، فما تفرقش حكايه نعم. الرابت اير، القاعده بتاعت الرابت اير في الـ في الـ في الـ في الاي سي جي دوت. اه لا هنا مش ماشيه لان ايه؟ ماشيه لانها بتبقى ليفت. بيقول لما يكون في ار اس ار داش، نبص لو الودن اليمين اكبر اس في تي، لو الودن الشمال اكبر. هنا لو كنا صدقنا القاعده دي كنا قلنا دي اس في تي، لكن دي الحقيقه في تي فيها كل الكرايتيريا بتاعت الفي تي، من اول الكار اس كونفجريشن للبي ام اي مارشنج ان واوت للفي اي ستيشن. فهنا دي مش هنا قويه جدا الحقيقه جدا. والكار بس هو معلش ثانيه واحده كده، البرجاده هنا البي 6 مش نيجاتيف، مش نيجاتيف قوي. لا في 6 موست نيجاتيف يا محمود. بص اهي الار 6 مربعات صغيره والاس 10 مربعات. لا. انا اسف، انا فاكره 3 و3. لا هي تحت خالص، انا اسف. انا فاكرها في 6 اللي هي دي. ماشي تمام. دي انا مش فاكرها، اشوفها معاكم. ده عيان تاني، ده مع نفس القصه دي، مع رايت فنتيكال كونفجريشن. ده بقى اسهل من اللي فات. ليه بقى؟ ده في كل الاورد كرايتيريا، في كابشر بيت اهي، كابشر بيت اهي، وفي الفي سيشن مارشنج ان واوت اهي، في مارشنج ان واوت، وبرضه في النيجاتيف في 6 اكتر، وادي كابشر بيت ثانيه اهو. فده نظر في تاك، ده عين ثانيه على فكره. ده انا مش شايف بس العنوان. ده اخر احدث حاجه للاسكيميك ستروك وز اتريال فيبريليشن. انا كنت دايما بقول الحكايه دي ان هو انتوا بتتاخروا، وانا دايما احكي قصه انا عشتها بنفسي. كان استاذ كبير كنا بنحبه قوي اسمه الاستاذ علاء شفيق، كان من اكبر اساتذه النساء وكان مخلص في التدريس وكان مش فاتح عياده، وزي حسين خيري كده مدي كل وقته للكليه، موجود يوميا بيدرس ويمر على الحالات. وفجاه جاله امبوليك ستروك باي اف، ودخل عندنا في الحالات الحرجه، كنا لسه فاتحين في اول الثمانينات، ومر عليه الدكتور اسامه علوان. قلت له دكتور اسامه الله يرحمه هو كمان، ده اي اف جاله اي اف، عمل له امبوليزم، انا عايز اديله انتي كواجليشن عشان ما يجيلوش تاني. قال لا هتقلب ايه؟ مراجك. الكلام بتاع الدكتور اسامه علوان الله يرحمه ده فضل سنين طويله جدا، اوعى تقرب من الستروك لما تدوش قبل اسبوع، انتيكوجل احسن يقلب. وطبعا في دراسات بتقول اللي بيقلب لوحده من غير انتيكوجل حاجه. دي الدراسه الجديده دي بقى رحمتني، لانها دي ممارستي. انا بشوف عين اف جاله ستروك
بحط مينيمال انتي كواجلنت لحد ما يعدي يومين ثلاثة احط الفول انتي كواجلنت. فده الراجل ده ريحنا، عمل دراسة اثبت ان المايلد ستروك بيكونسيدر ايه ايرلي دواك، ده طبعا بيسمى دايركت اورال انتي كواجلنت، قال ممكن بعد يومين تحط، ولو تي اي اي من اول يوم تحط، ولو هو مفيش هيموراجيك ترانسفورميشن او الام ار اي سيم داي ممكن تانيشيت بعد ما تطمن ان مفيش هيموراجيك من ثالث يوم افتر ايفنت. انا بعمل كده من قبل ما الدراسه تطلع، بدي ميني هيبارين كالهيبارين 5000 تحت الجلد كل 12 اول 3 4 ايام، وبعدين احط على الفول دوز ماريفان او فول دوز دايركت اورال انتي كوجولانت. فالدراسه دي بسطتني جدا لان ده اللي انا بعمله من سنين، وده اللي بيحصل. احنا عندنا افكار ودكاتره كويسين، وممكن نفس الكلام ده كنا احنا نعمله في الدراسه ونثبته، لكن مفيش حماس. اهو قال لك الايرلي ادمنستريشن اوف دواك within 1 or 2 or 3 or 4 days in relation to stroke severity is deemed feasible in decreasing the risk of recurrent stroke or systemic embolism. ونوع كريز ما حكيتوش بقى قبل ما اكمل ان الدكتور علي شفيق الله يرحمه كان داخل فايق وماينور ستروك وماينور هيميباريسيس، بعد ثالث يوم جاله انذر امبوليزم دخلته في ديب كوما وتوفى بعدها بايام. فطبعا الايرلي انتي كواجلانت بجرعه صغيره ات كان ورك. ده يعني قصه ال مش عارف هتبقوا انترستد في انك تسمعوا حاجه على ال دي كانت كويز انا حتى مش فاكر اجابتها، بس كانت الاجابات غريبه شويه. هو بيقول which is the most accurate regarding vitamin D البوستنج ليفل ان كريتيكالي ال بيشنت وذ كوفيد تحط جرعات زياده ولا لو سيرم فيتامين دي اندبندنت ريسك فاكتور في سيمتوماتيك كوفيد. هو الحقيقه اللو ليفل اوف فيتامين دي شون تو بي اندبندنت ريسك فاكتور فور هافينج سيمتوماتيك كوفيد. لقوا الناس اللي عندهم هاي ليفل فيتامين دي بيجي لهم نوع بسيط، بينما اللي عندهم الاول لو ليفل بيجي لهم نوع شديد. فاحنا كلنا ناخد فيتامين د عشان لما يجي لنا كوفيد يجي خفيف، ربنا يستر ويجي خفيف. Which medication is known to potentially lower vitamin D level؟ أنا بصراحة ما قريت السؤال ده وكنتش عارف إيه، أنا عمري سمعت إن في دواء بيقلل فيتامين D، إنما يعني الغريبة في الأمر إن هيطلع منهم إيه اللي هو الفينوباربيتال. قال لك السيزر ميديكيشن أشهر من الفينوباربيتال بيقلل فيتامين D، أنا معلومة ما كنتش أعرف. أنا لما بجيب الأسئلة دي بحاول أجاوبها لوحدي، هم بيبقوا 5 أسئلة ما أعرف 3 من 5، إن بيبقى في حاجات يعني واحد ما سمعش عنها. Which is the most accurate regarding presentation and work up of vitamin D deficiency؟ وطبعا عشان تعرف هو قياس السيرم 25 هيدروكسي فيتامين دي هو المهم. وطبعا ال deficient بيبقى أقل من 20 نانو جرام بالملي، والسفيشنت بيبقى أكتر من 30. ده في رسم قلب اهو جاي اهو، انا مش عارف ان احنا عندنا رسم. ده الاجابه بانت بس ايه نشرحها برضه. ده الاي سي جي ومعاه ليفت باندر. اه في اي اس في في 6 ماشي. ما هو بقى نمشي خطوه خطوه. ده بتوع ليفت باندل يعني انا مش شايف في واحد لان الكلام مغطي بتاع الشير سكرين، انما هنا الـ بقى مفيش في ديسند اللي انا قلته نوتشنج العينين اللي بريزنت وايت كارد اس وليفت باندل. الميجر كرايتيريا الفي تاك انك تلاقي نوتشنج اوف ذا اس في في واحد، وانك تلاقي من بدايه الار النادير اوف ذا اس اكتر من 70 ملي سكند. فهنا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام. بعدين هتبص زي ما انت قلت هتلاقي في 6 مصري ايه بوزيتيف، وهتلاقي ان الويتس نفسه
مش كبير. امال ايه الضربه الغريبه اللي جت في السكه دي؟ اكسس 2 فنتريكل اكتوب تاكل اكسس من الامر ان اللي عنده اس في دي اس دي ولما تبص على الويتس بتاعه من بدايه الار للنادير اهو الار لا ما كملش مش هتلاقي 40 ملي سكند فدي طبعا ما تنفعش في تاك. ولما عملنا الساينس ادينا الامبول ايزوبتين ما قوه تشخيصك انك تعرف تدي الدواء المناسب وتخلص يعني بسرعه. بان ان هو من الاول عنده انكمبليت ليفت بانت فلما جاله اس في تي جات له بنفس الايه الوايد الويتس اوف كير اس ما فيش حاجه اتغيرت. يمكن كان في دكتور احمد طاهر ده محاضره جميله جدا عن البيتنج فانا قلت ده برضو ينعش ذاكرتكم. ده البيس ميكر ده فيه عيب في الكابشر وفي السينسنج في عيب هو بدا يبقى فيه هنا بقى في بند نوت سينس نوت ناخد ضربه ضربه هنا اتر الكابشر وتيك الكابشر اي دي دي ديوال بيس شامبر بيسنج بدل ان في بدا ما نكتب تعليق نقول ديوال شامبر بيس ميك والكابشن الاتريوم والكابشن الفنتكل يبقى خلاص كده خلصنا ان الكابشن الاتريوم الفنتكل وال اهو اهو كابشن الاتريوم وراه بي وكابشن الفنتكل وقبل السبايك والكي ار اس وايد لان احنا بنبيس جوه الفنتكل مش كده مش كده الهيسبر كنجي سيستم. السنسنج بقى بان ان هو حلو ان حصل هنا فنتريكال اكتوبيك جهاز حساها وما ضربش ده تو فنتريكال اكتوبيك جهاز حساها بيضرب بعد ايه السكيب ريزم اللي انا هظبطه عليه. انا هظبط الجهاز ده ان يضرب بعد ايه لو النبض اقل عن ال 60 انا اقدر اعرف وجهاز مظبوط على ايه ان انا اقدر احسب من هنا لهنا مربع 2 3 4 5 يبقى مظبوط على 60 فعلا. فلما هنا من بدايه هنا دي 1 2 3 4 وابتدى ايه الاتريم هو ما شافش اتريم هو الاتريم هنا اللي ضرب لان ما فيش اتريم هنا فهو ضرب على الاسكيب ريزم من اخر ضربه على ال 60 او 65 واشتغل تاني. انما وقت ما حصل تو فنتريكل اكتوبيك الجهاز سكت وما ضربش فوقين فده بيس ميكر ويل كابشر ويل سنسنج ديوال شامبر بيس ميكر. ايه اللي حصل هنا في نفس العيان؟ الاتيال مش موجود الاتيال دي حاجه اسمها سبيكر مديت التاكيكارديا. العيان مركب الجهاز عشان يحارب البرادي بس مش مركبه عشان يجي له تاكي. الجهاز فجاه ضرب على كام 100 وكام 150 130 130 انا ما بظبط الجهاز بقول له المينيمم ريت اللي هو 60 وماكسيمم 130 هو ضرب على 130. طب ضرب على 130 ليه؟ ده ما فيش ساينس تاكيكارديا. لا هنا ده بيس ميكر ميديت تاكيكارديا الجهاز بيحس فيه ويروح ايه ضارب وراها يحس يضرب وراها يحس يضرب. ده بقى انت بتعمل ايه؟ تيجي في البرمجه تطول الريفكت بيريود تقول له لا ما تحسش يا جهاز لحد هنا ما تحسش اي حاجه يعني الريفكت بيريود ده مثلا ايه ادي 280 اقول له لا هخليها 300 في المبرمج حتى الكارد هتنتهي قدامك هيسموها بوست تيكر ريفراكتور بيريود تروح مطولها تروح التاكي كارد تنتهي قدامك وتريح العام من هذه المشكله. ده النوع السخيف اللي هما ايه وايد كومبلكس ويز ليفت باندل. هنا لو بصينا على برجات الكاركتيريا هنرتاح. حد يريحني يقول اول حاجة في الالجوريزم بتاع بروجادا حل المشكلة. لا الار للنادير وبإف
نو ار اس لا لا نو ار اس نو ار اس في اني ايفنت ليد خلاص خلصت في تاك نو ار اس ان اني فنتريكال ليد بس في ستة في ستة في ار لا ار اس نو ار اس نو ار اس نو ار اس دي ارات بس نو ار اس نو ار اس هي دي ال اعتقد ده نفس الكيان بعد ما جاء بعد ما تحول داينس بان ان هو كان عنده اولد انفيرور ان انفرو بوستيرو مايكارديال انفاركشن انفرو انفرو هي 3 وفي اف وار في انفرو بوستيرو وجاله فيتاك طبعا مش مهم انها تكون